تحيون عليه والله. اللي فكر في هذا لو برودوي هذا اصاب باقي الشركات في مقتل. كانت من بين الاشياء التي لنا فيها حزازات مع شركات التامين الاخرى هي هذه النقطه هي. يعني مجموعه ديال الامور اللي ناقشنا مع اللجنه المركزيه هما ان يلقاو غير هذا. كما تعلمون تأمينات فكري ملاك مع الملكية المغربية، فنحن شركاء مع الرابطة. ولا تأمينات فكري ملاك ولا إغماء الوطنية الملكية ما تنبغيوش أن تكون هذه الشراكة شراكة سورية، ولكن بغينا تكون شراكة فعلية وفعالة. فلهذا فاللقاءات ديالنا حنا دائما تنحاولوا نقربوا لكم اكثر، وتنحاولوا نلقاو الحلول للمشاكل اللي نتوما اللي كتقولوا تخبرونا بها. فهي التذكير، فاللقاءات السابقه كان بزاف ديال العروض اللي كنا قمنا بها، نزول الطلبات ديالكم في الاول. هي واحد التذكير قصير، ان كانوا العديد منكم كيتشكى من السقوف اللي معموله بالنسبه للتامين ديال الوليدات، انها ما كتلبيش الحاجيات ديالكم. فقمنا للمدارس عرض خاص للمدارس ديال الرابطه اللي كتستافدوا منه غير نتوما، غير المدارس اللي منخرطه في الرابطه اللي فيها واحد ثلاثه عروض على حسب السقوف المختلفه. محمد الحنصلي، الرئيس الوطني لرابطه التعليم الخاص بالمغرب. حنا جد سعداء باش نحضروا في هذا اللقاء المنظم من طرف المكتب الإقليمي لسلا. وهذا اللقاء كيندرج ضمن اللقاءات الوطنية اللي كتقوم بها الرابطة على المستوى الوطني، بحيث أنه اليوم كانت عندنا لقاءات كثيرة جدا بشعارات مختلفة، واللي كانت كلها كتعالج القضايا الراهنة ديال المدرسة المغربية. اليوم كان نحضروا لهذا اللقاء تحت واحد الشعار اللي هو مهم جدا، اللي هو شعار المرحلة، واللي اليوم فيه كذلك واحد نقاش عمومي، وهو العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة من أجل الجودة والتميز. وهذا الشعار بطبيعة الحال يحيلنا على أن اليوم الأسرة بطبيعة الحال احنا كنعتبروها واحد المكون أساسي داخل المدرسة المغربية، المدرسة الخصوصية، وهي الداعم الأول، لأننا كنعرفوا بأن اليوم التمويل ديال المدرسة الخصوصية هو يأتي من خلال الخدمة التي تقدمها المدرسة، وكذلك الأداء ديال الآباء على هذه الخدمة. إذا هذا اللقاء اليوم اللي حضروه مجموعة من الشركاء اللي هما الأكاديمية الجهوية، وكذلك المدير الجهوي للضمان الاجتماعي، وكذلك مؤسس محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وكذلك اليوم التأمين لأنه شيء مهم كذلك كخدمة داخل المؤسسة الخصوصية. هادو كلهم شركاء، واليوم بهذا اللقاء كنفعلوا المقاربة التشاركية اللي جابها الدستور ديال 2011، واللي كتدعي جميع الشركاء أنهم يتعاونوا، وكذلك يكون واحد العلاقة اللي تكون فيها خدمة المجتمع، خدمة الناشئة، خدمة الوطن. وهذا هو الغاية ديالنا من هذا اللقاء. بطبيعة الحال اللقاء غتكون فيه عروض متعددة، عرض حول العقد اللي غادي يربط ما بين المدرسة والأسرة، اللي هو توقع من طرف الجمعيات الممثلة للقطاع وكذلك الجمعيات الممثلة للآباء. غادي يكون عرض توضيحي، وغادي يكون فيه نقاش. وحنا بطبيعة الحال كرابطة حنا ملتزمين بداكشي اللي وقعنا عليه، لأنه كنعتبروا بأن العقد غادي يحل واحد العدد الإشكالات، لأنه هو الضامن للحقوق ديال جميع الأطراف، الحق ديال الأسرة، الحق ديال التلميذ، والحق كذلك ديال المؤسسة. كذلك اليوم عندنا الجانب الاجتماعي وهو المتعلق مع صندوق الضمان الاجتماعي، غنفتحوا واحد نقاش صريح واضح قانوني شفاف اللي راعي الخصوصية ديال القطاع، وكذلك ليجيب على واحد المجموعة ديال التساؤلات. ثم كذلك عندنا مؤسس محمد السادس للأعمال الاجتماعية، اللي غادي يكون واحد العرض اللي غادي نناقشوا من خلاله الوضعية ديال العاملين بالتعليم الخصوصي، لأن كنعتبروا بأن التفعيل ديالو الحمد لله واحد القفزة نوعية نحو تحسين الوضعية الاجتماعية ديال الأستاذ داخل التعليم الخصوصي، يعني على غير نظرائهم بالتعليم العمومي، وباش يستافدوا حتى هما من الخدمات ديال المؤسس محمد السادس للأعمال الاجتماعية. إذا هذه الأعمال كلها وهذه اللقاءات الغاية منها اليوم وهو إعطاء واحد الصورة حقيقية عما تقوم به المدرسة الخصوصية. مخلي رئيس رابطة التعليم الخاص بإقليم سلا، الأمين الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب. اليوم كان عندنا هذا اللقاء تواصلي حول
الأسرة والمدرسة. ومن خلال هذا الموضوع اللي تعرض أمامنا خرجنا بواحد الاتفاق باش نديروا واحد العقد باش نديروا واحد العقد اللي هو تربوي كيربط العلاقة ما بين المؤسسة والأسرة. هذا العقد هذا عندنا عقد نموذجي سلمته لنا وزارة التربية الوطنية، وهذا العقد وقعت عليه الوزارة ووقعت عليه جمعية آباء وأولياء التلاميذ والهيئات المهتمة بالقطاع، منها الهيئة ديالنا اللي هي رابطة التعليم الخاص بالمغرب. وخرجنا دابا بواحد الاتفاق مع السيد المدير الإقليمي بسلا على أننا غادي نعملوا لجنة من الرابطة ومن الموديلية ونجلسوا على هذا العقد باش نفهموه مزيان، لأن حيت الموديلية الإقليمية مطالبة باش تعمل واحد لجنة الوساطة في حالة ما إلا وقع شي نزاع بين شي مؤسسة ومدرسة خصوصية. بطبيعة الحال لأن المكتب الإقليمي ما وضع الثقة ديالو الآن فيا، حتى شاف العمل ديالي السابق، لأننا لا أترك لا صغيرة ولا كبيرة إلا وكان وقف عليها، وكندافع باستماتة على المدارس الخصوصية بالإقليم وماشي غير بالإقليم بل وطنيا بل شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.